وسط اتهامات متبادلة وصلت لحد الدعاوى القضائية تجري انتخابات نادي الزمالك المصري لتنصيب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات، وتتأرجح الكفة بين قائمتين، الأولى بقيادة مرتضى منصور رئيس النادي الحالي، والثانية يتزعمها أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة السابق، بالإضافة لأعضاء اختاروا أن يكونوا مستقلين. في فعلا اتهامات وفي حاجات بس فعلا الاجواء اللي موجوده زي ما حضرتك شايف والناس كلها شايفه، الاجواء اللي موجوده حتى التابعين للقائمتين الاجواء عاديه جدا، مناقشين مع بعض في الحوار، حتى اللي هم تابعين برضو واقفين في الصف، يعني في تبادل حوارات ما بينهم، في بهجه موجوده. انا واحد من الناس اللي لعبت في نادي الزمالك ونفسي نادي الزمالك دايما يبقى افريقي وفي تقدم وازدهار. شايف ان طبعا النهارده لحد دلوقتي الموضوع بتاع الانتخابات ماشي كويس جدا، في تنظيم القاب رياضيه ومباني جديدة وزيادة الموارد المالية، كلها وعود تضمنتها البرامج الانتخابية للمرشحين، وعلى أكثر من 70,000 عضو يحق لهم التصويت الاختيار بينهم. في صراعات كتير قبل الانتخابات، بس النهاردة يعني اليوم عدي على خير وكل واحد بينتخب اللي هو عايزه يعني، وإن شاء الله يعني اللي يفوز يعني يبقى خير للنادي يعني. وإحنا نتمنى أن تكون الأجواء أهدى من كده، وأن الانتخابات تتم بهدوء وسلام، وان اللي هينجح ده هيكون خادم لنادي الزمالك ولابنائنا سواء الاعضاء او الرياضيين. انتخابات تعد هي الاكثر اثاره للجدل على مدار تاريخ النادي، الذي تراجعت نتائج فريقه في الدوري المصري لكره القدم، ما ادى الى حاله من الغضب بين جماهيره. سنظل اوفياء، شعار يرفعه جمهور الزمالك العريض الذي يامل في عوده الانتصارات والالقاب التي غابت في الفتره الاخيره، وكذلك عودة الهدوء والاستقرار إلى القلعة البيضاء بعيداً عن الأزمات التي عانت منها مؤخراً. طارق علي من القاهرة، برنامج اليوم، قناة الحرة.